نروح نشوف أهم العناوين اللي كتبت على النادي الأهلي في المواقع. بطولات الأهلي يستعد لمواجهة النجوم دون راحة اليوم بملعب التتش. البوابة سبورت سيد عبد الحفيظ هدفنا الفوز في جميع المباريات المقبلة. الشروق يوسف مواجهة النجوم خطوة لعودة الأهلي لمكانته الطبيعية في الدوري. 1-3 هشام محمد الأهلي يمر بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات. صدى البلد ثلاثي الأهلي ينتظمون في التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة النجوم. بوابة فيتو طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة الشناوي في المران الجماعي. الموقع الرسمي للأهلي عاشور يخضع لفحص طبي اليوم. الفجر الرياضي الأهلي يستعيد مؤمن زكريا أمام النجوم.